ضمن سلسلة نشاطات رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، استقبل اليوم وفدا من الجماعة الإسلامية تأكيدا على التواصل والعلاقة التاريخية التي هي من الدعائم الأساسية للاعتدال الوطني، وعلى الاستمرارية في العمل المشترك على كافة الأصعدة. من واضح ما حصل في الأسبوع الماضي وبالتحديد بالثلاث أيام اللي مضت يعادل ما حصل بالثلاث سنوات اللي مضت، إنه البلد كأنه رايح باتجاه سقوط حر وسقوط مريع، ولذلك واجب الوقت وواجب الظرف وواجب الوضع الاقتصادي الحاصل أنه يتحاوروا اللبنانيين مع بعضهم، وهذا الحوار إذا كان عصي وصعب أنه يكون حوار جامع فليكون حوار ثنائي، وهذا اللي بلشنا فيه انطلاقا من لقائنا اليوم. كل اللبنانيين بيعرفوا تماما أنه مفتاح الحل هو انتخاب رئيس للجمهورية، ومش الحل الكامل لكنه مفتاح الحل، وبالتالي اللي عم نقوله نحن بلقاءاتنا إذا تقدم طرح ناضج، هذا الطرح الناضج قد يسوق وقد يصبح رئيس للجمهورية، من أجل أن لا نبقى بحالة شعور وبحالة فراغ وبحالة انتظار سلبي. أكيد النقاش دور حول الاستحقاق الدستوري الرئاسي وضرورة تكثيف النقاش والحوار لإنجاز هذا الاستحقاق، وأيضا كيفية المعالجات للأزمات الاقتصادية والاجتماعية. وتم الاتفاق على عقد اجتماعات على صعيد المناطق أيضا أكيد، واجتماعات مركزية للاستمرار في هذا العلاقة القريبة بيننا وبين الجماعة الإسلامية اللي بتشكل دعم من دعائم العمل الوطني العام. كما استقبل النائب جنبلاط وفدا من الاتحاد العمالي العام ونقابة الصيادلة، عرضوا معه واقع الانهيار الشامل في القطاعات كافة من بينها القطاع الصحي. الوضع الصحي والوضع الدوائي في انهيار تام، والمرضى ما عم بيحصلوا على دواء، فعرضنا مع تيمور بيك وفريق عمله لهذا الواقع وكيفية الوصول إلى الحل، الحل اللي بيتمثل بانتخاب رئيس جمهورية، وكيفية الدفع في هذا الاتجاه والاتجاه الحكومة إنقاذية وبدأ المبادرات الإنقاذية للبلد. أثنينا يمكن على أكثر من صعيد بعمل كتلة اللقاء الديمقراطي وتيمور بيك باتجاه الانفتاح على جميع الفرقاء والحوار، وهذا ما نطالب به بهذه المرحلة، الحوار أولا وأخيرا لحتى يكون انتخاب رئيس الجمهورية مدخل إلى إعادة العمل بالمؤسسات. طبعا سمعنا ما يريح من حيث الحوار الذي ينتهجه الحزب التقدم الاشتراكي بقيادة وليد بايك جنبلاط، وما ينعكس علينا نحن كمان من عمال بإطار التعاون مع جبهة التحرر العمالي. كما التقى النائب جنبلاط وفدا من معهد كنام من الجامعة اللبنانية وبحث معه في نشاطات وسبل تطوير المعهد.